التقى اليوم رئيس الحكومة بايمي باديكي ألبير بأعضاء خلية الاتصال والإعلام للجمعيات النسائية المعروفة اختصارا بسلياف. فاطمة الزهراء أبو المعالي. تعتبر المرأة ركيزة أساسية في المجتمع، بل هي نصفه ولا هذا الأساس. فقد تأحد رئيس الجمهورية بوضع المرأة في مكانها اللائق من خلال تعيينها في مواقع اتخاذ القرار في كافة مؤسسات الدولة. وفي إطار تعزيز دور المرأة، التقى رئيس الوزراء بايمي باديكي ألبير مع أعضاء خلية الاتصال والإعلام للجمعيات النسائية المعروفة اختصارا بسلياف. وخلال اللقاء قدمت النساء برنامج وقتة العمل الخاص بالخلية، كما طالبنا أيضا بترقية المرأة التزاما بما وعد به رئيس الجمهورية بأن تكون حصة المرأة وتمثيلها في مواقع المسؤولية 30%. من جهة رئيس الوزراء بايمي باديكي ألبير، طمأن أعضاء خلية الاتصال والإعلام للجمعيات النسائية بأن الحكومة تعمل جاهدة من أجل الوفاء بالعهد، كما أبدى معاليه استعدادات الحكومة لمساندة خلية الاتصال والإعلام للجمعيات النسائية من أجل تنفيذ برنامجها وخططها لعام 2017 وعام 2027. الأمينة العامة للمكتب التنفيذي لسلياف يودومادي ماري عقب خروجها من المقابلة تحدثت قائلة: أورينا بريمير مينستر عشان أنينا في سلياف دا كاشن فرد أنانا بس أنين كاين فرتكو كاين سيفوغا كيدمي وحسا كمان دورو في أسود نباس ندور غاين تشوكو أو نسيف بيا كدمة لي ياتو ناس ألما إندوم إدنم دا يمشي قدام شيا أو دا كلو رنا بريمير مينستر أو ألما أجيل كما نورو ياب غالينا أجيل أو كلو كي كدمة أنا أوين دا يمشي قدام عشان أوين ما أوين كان غاي تسي كدمة ما أوين دا ياتو دارا نانا دا يالغا راسا أو إندا ديفلوبما. للتذكير إن خلية الاتصال والإعلام للجمعيات النسائية سلياف لها مشاريع وبرامج خطط عمل عدة لتنشيط وتثقيف المرأة من أجل تعزيز دورها وتحقيق تطلعاتها المستقبلية.